هذاك يا بالعربان. اخي الاسهم، اخي البورصه، اخي ظهري، اخي ديسكي، اخ اخ. مالك دفشوني. دفشوني يابا، دفشوني. مين يابا؟ رواد الاسهم بالبورصه. شو اللي وداك هناك يابا؟ يابا انا انطيت اخوك انفنيره، قلت له روح تاجر بالاسهم، اقنعني. رحت ادور عليه بين هالعالم، ما لقيته، دفشوني وقعوني. هو السوق مليان هالقات؟ دبز دبز لباب وفل. المهم لقيت عواد يابا. وين الاقي يابا؟ العالم فوق بعضيها مثل التراب، ما بيش محل تحطي رجلك. مسكت واحد قلت له عمو، لقيته هيك لابس بدلي وقرافه، قلت له تعال عمو، تعرف وين ابني عواد؟ قال لي اروح انا ابنك عواد، انا لا ابلش بمرضاي. طلع دكتور تارك عيادته جاي على البورصه. جيت على واحد ثاني قلت له حضرتك شو بتشتغل؟ قال لي محامي. جيت على ثالث واحد، حضرتك شو بتشتغل؟ قال لي انا بصلح تلفزيونات. جيت على واحد رابع كلهم يسالهم عن عواد، ولا حد يطلع بي، يطلع على القاربه هاي، كلهم مشغولين. بالاخر لقيت واحد قلت له حضرتك شو بتشتغل؟ قال لي انا كوميسيون جي، بشتري خضره بسعر رخيص وبنهربها عن التموين، يعني في طريقه بنخليه يصير سعرها غالي وبلهطوا كل المصاري بيجوا بيلعبوا بيهم بالبورصه. قلت له ما دام هاللعبه بلعبه، بتعرف ابني عواد بلعب زيك، خذ الفليره وجاي يتلاعب زيك. قام حط رجله بصدري ودفشني، ولا انا على الدرج ولا ظهري. سلامة قلبك، سلامة ظهرك يا ربي. الله يسلمك. اخ اخ يا ام العود. قوم قوم، قيموني قيموني شوي شوي، تعالي نجح من هون من هون، شيليني. اي ظهري يا رب تعين يا ظهري. بس بدي اقول لكم كلمه. ايوه. صدقيني اني انا بآمن بالسوق المالي، لانه السوق المالي هاي ظاهره صحيه موجوده بالبلد، وهي جزء من النشاط الاقتصادي الوطني. بس ما كنتش عارف انه كل البلد اخ صاروا اقتصاديين. يلا خذوني نيموني. اخ يا البورصه.